مائة عام مضت على تأسيس الجيش العراقي، مر خلالها بعقود من التأرجح بين القوة والضعف، فيما سجل له التاريخ مآثر وبطولات خلال مشاركته في حروب 1948 و 1967 و 1973 مع العرب ضد الكيان الصهيوني، فضلاً عن صموده طوال ثمانية أعوام أمام اعتداءات إيران لتنتهي حرب فرضتها طهران بإعلان الخميني تجرعه للسم والقبول بوقف إطلاق النار عام 1988. في 23 من أيار عام 2003 أصدر الحاكم باسم الاحتلال الأمريكي بول برايمر قراراً بحل الجيش السابق قبل أن يعود ويعترف بأن قراره كان خاطئاً، وهو ما أقر به أيضاً وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري خلال تصريح لصحيفة الاندبندنت البريطانية، حينما أكد بأن الأحزاب الكردية والشيعية ارتكبت خطأً حين دفعت باتجاه حل الجيش. تعرض الجيش بعد عام 2003 لعمليات تدجين ممنهجة ضمن محاولات سلخه عن هويته الوطنية وتقليم أظافره بسبب رهاب أحزاب السلطة من إمكانية تدخله ودعمه لمطالب الشعب ضد فساد السلطة، حيث شكل جيش جديد قوام عديده بلغ نحو مليون عنصر معظمهم بلا تأهيل عسكري، تم حشدهم ضمن وعود انتخابية وأخرى محاصصاتية. ولعل فضيحة نشر وزارة الدفاع لقوائم المقبولين للدراسة في الكلية العسكرية في أيار عام 2020 والتي احتوت على نوع المذهب خير دليل على النهج الطائفي المتبع في بناء قوة من المفترض أنها بعيدة عن الميول والتوجهات. صحيفة واشنطن تايمز أكدت أن زعيم حزب الدعوة نور المالكي عمل على تفريغ الجيش من مقوماته الأساسية، وهو ما تسبب بفوضى عارمة في العراق. ولعل انسحاب الجيش من محافظة نينوى في حزيران عام 2014 وانهيار ست فرق عسكرية منه خلال ست ساعات فقط أمام مئات من عناصر تنظيم داعش لهو دليل على افتقار الجيش الجديد للتأهيل العسكري، وإن آلاف العراقيين التحقوا به بسبب ضنك العيش وانعدام الوظائف لا أكثر، فضلا عن تعدد صناع القرار فيه وتغول منظومة لا دولة على الدولة، وهو ما استغلته أحزاب موالية لإيران سعت جاهدة لتعظيم قدرات ميليشيا الحشد التي شكلت في 13 من حزيران عام 2014 بذريعة دعم الجيش لمحاربة داعش، لتصبح تلك الفصائل الميليشياوية بعد نحو ستة أعوام قوة ذات صلاحيات وإمكانيات تفوق قدرات وزارة الدفاع وتشكيلاتها، وباعتراف زعيم ميليشيا بدر هادي العامري، وهو ما عد استنساخا لتجربتي الباسيج والحرس الثوري الإيراني داخل العراق، خاصة بعد إعلان هيئة ميليشيا الحشد منح رتب عسكرية لزعماء الفصائل فيها، كما استمرت عمليات إضعاف الجيش واستنزافه ومحاولة توريطه واستخدامه كوسيلة لتصفية الخصوم، وهو ما كان ظاهرا للعيان خلال عمليات قمع ثورة تشرين منذ انطلاقها قبل أكثر من عام، حينما هتف المتظاهرون معاتبين ومحذرين عناصر الجيش من الوقوف مع الحكومة والأحزاب الفاسدة ومن خطورة دعمهم للأحزاب على حساب الوطن.